مولاي صل لي وسلم دائما ابدا على هبي بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات، نتحدث معكم اليوم من أمام معهد دار الأرقم الإسلامية، المعهد الوحيد الذي على منهج الأزهر الشريف في بنغلاديش، معهد عربي متكامل لو يدخل فيه أحد يشعر كأنه في دولة عربية. هذا المعهد يتعلم فيه طلبة العلم اللغة العربية والقرآن والسنة والعلوم الشرعية بالإضافة إلى العلوم العصرية. كيف حالكم جميعا؟ نحن بخير والحمد لله. وكيف حالك يا حسين؟ بخير والحمد لله. ماذا سنعمل بعد الدراسة؟ أنا أدرس اللغة العربية في كلية اللغة العربية، سأعمل مدرس للغة العربية إن شاء الله. ما شاء الله. ماذا ستعمل أنت يا رضوان؟ أنا أدرس التمريض في كلية التمريض، سأعمل ممرضا إن شاء الله. ممتاز. وماذا ستعمل أنت يا زميل؟ أنا أدرس التربية في كلية التربية، سأعمل مدرسا إن شاء الله. الله، ممتازون. نسأل الله تعالى أن يوفقكم لما تريدون إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتحدث عن شروط صحة السلام. هناك شروط داخلية وشروط خارجية. سنتحدث عن شروط صحة الصلاة. شروط صحة الصلاة ستة. كم شرطا لصحة الصلاة؟ ستة. كم شرطا لصحة الصلاة؟ ستة. تمام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا مشايخ؟ الحمد لله بخير. بإذن الله تعالى ندرس اليوم حديث موضوع. أي مادة ندرسه اليوم؟ حديث موضوع. تعالى ندرس مفردات من هذا الحديث، ثم ندرس المعاني التي نحصلها والدروس التي نتعلمها من هذا الحديث. أولا، بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث صحيح. نحن اليوم مع الحديث الصحيح. الحديث الصحيح ما يكتب في صفات وكذلك المحامد والمكارم بين أيدينا الشنفري يمدح في شعره. هل من جديد عندك اليوم في الحياة؟ هل من جديد عندك اليوم في الأخبار؟ ماذا يجري في البيت؟ ماذا يجري في البيت؟ ماذا يجري في العمل؟ ماذا يجري في الشارع؟ أنت تسأل صديقك ماذا؟ استطعنا أن ننجز كثيرا من الإنجازات، تنوعت بين الأنشطة التعليمية والدعوية والثقافية. أنا ابن الأرقم الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. كتاب الله أحمله ولا أرضى به ثاني. رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدن أبداً بلتنا. يا رسول الله، يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبداً بلتنا. يا رسول الله. أمر ملقوت انتشو تقبض بكشو بول নিজ নীতি আর মতের পূজায় করছি হুলস্থুল অপবাদ আর হিংসা ছড়াই বিষক্রিয়ারই মতো।
অপবাদের হিংসা ছড়ায় বৃষ্টি আনি মত ঘরের বিষয় বাইরে বলি ফল করে কত বদের লোভে বিক্রিয় হয় কথায় ভাষায় গালি পিতৃ পেটায় হাসছে বাতিল মারছে হাতে তালি هذه مسألة تحتاج إلى مناقشة مستقلة لمعرفة السبب والعلة والإتيان بالأدلة. أيها المضارع، لماذا تتنقل بين الرفض والنصب والجزم؟ أنا بائع الكلمات، أنا لا أريد الأسماء، أنا بائع الكلمات. نحن أبناء الكآبة، وأنتم أنتم أبناء غفلات المسرات ويقظات الملاهي. أنتم تضعون قلوبكم بين أيدي الخلق لأن أصابع الخلق لينة الملامس وترتاحون بقرب الجهالة لأن بيت الجهالة خال من مرآة ترون فيها وجوهكم نحن نتنهد ومع تنهداتنا يتصاعد همس الزهور وحفيف الغصون وخرير السواقي وأنتم تضحكون وقهقهة ضحككم تمتزج بسحيق الجماجم وحرطقة القيود وعويل الهاوية تنبه بفر حسد كذا التلميذ في حدود كي تعليم فرجيت كاسر بيچين هو دكان بند کر حضور کی دربار میں پڑھ حالات میں سے یا رسول اللہ مجب نے نفس کو ہلا کر میں بھی برباد ہو گیا मैंने नहीं तो मेरे उधर में क्या हुआ क्या हुआ उधर मैंने भला और सब कुछ दूसरा का अच्छा नमाज को पांच वक्त नमाज पर दोबारा उठने गया यार तो आपका माइंड मेरे लिए क्या मेरे लिए क्या আমরা জানি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে বলেছেন যার মানে হচ্ছে যে এবং পাথরের ব্যাপারে বলেছেন যে তাদের মধ্যে কিছু আছে যেখান থেকে পানি বের হয় যেখান থেকে নদী উৎপন্ন হয় এবং কিছু আছে আল্লাহর ভয়ে গড়িয়ে পড়ে ভাই তুমি থাকো সবাই থাকো